باشا في الأنبياء المرسلين. اللهم اجعل رزقا واسعا، اللهم اجعل رزقا واسعا، فإن كان في السماء فأنزلناه، فإن كان بعيدا فقربناه، فإن كان في الأرض رب فأنبتناه، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم المساكين، برحمتك يا أرحم المستضعفين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء المرسلين، والحمد لله.